بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ومع الحديث السادس من مقرر الحديث النبوي الشريف على طلاب وطلبة المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، نعيش هذه اللحظات الطيبة. روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. أقرأ الحديث مرة ثانية. روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه، هو سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي، وكلمة الطائفي يعني من الطائف. أبوه وهو صحابيان جليلان أسلم مع وفد ثقيف بعد غزوة حنين، واستعان به عمر بن الخطاب في جمع أموال الزكاة من الطائف، وليس له في مسلم إلا حديث واحد فقط، هذا الحديث. نبدأ بألفاظ الحديث في البداية. هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام، قل لي في الإسلام، أي في حقيقة الإسلام الشرعية التي سنطالب بها وندين بها وننفذها حتى نكون مسلمين. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني هو يريد من النبي صلى الله عليه وسلم القول الجامع الشامل الكامل المانع الواضح الذي يستغني به عن سؤال أحد آخر. يعني أنا مش عايز أسأل أي حد من الصحابة ولا من غير الصحابة، مش عايز أسألك إلا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، فلازم يكون قولك يعني يفهمني ويكون جامع للإسلام وشامل للإسلام كله. الحقيقة أي حد غير النبي لا يستطيع أن يجيب على هذا الطلب أبدا أبدا. ليه؟ لأن أنت بتسأل عن إيه؟ عن دين، عن شريعة كاملة، عن إسلام كامل. ماذا أقول لك؟ كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذا كثير جدا، فيحتاج إلى يعني لو كتبناه نكتبه في مجلدات، ولو شافهنا به يحتاج إلى زمن طويل، إلى أيام حتى يصف لك ويشرح لك الإسلام. لكن ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم
مكنه من الإجابة الشافية الشاملة الكاملة ما خص به اللي هو إيه؟ أوتي جوامع الكلم. النبي أوتي جوامع الكلم، ولولا أنه أوتي جوامع الكلم لما استطاع أن يسأل أن يجيب عن طلب يحتاج إلى زمن طويل في الإجابة عنه. ولذلك يقول له قل لي في الإسلام كله، وكمان قول أنا ما أسألش عنك حد تاني، يعني يكون واضح خالص. بماذا أجاب رسول الله؟ قال قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله، هذه إشارة إلى جميع العقائد الإسلامية، كل العقائد. آمنت بالله يعني أشار إلى الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. آمنت بالله، لازم تؤمن بدول، لأن دول هم الإيمان، تمام. طب وهو بيسأل عن إيه؟ الإسلام. يبقى هنا برضو تضمن الإيمان دخول الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تقيم الصلاة، أن تؤتي الزكاة، أن تصوم رمضان، أن تحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، تمام. ثم استقم، أي بعد أن آمنت بالله والملائكة والكتب، وبعد أن أيقنت بلا إله إلا الله وقمت الصلاة وأديت كل هذا، استقم على هذا، أي أتبع هذا بالامتثال القلبي والعملي بالجوارح في طاعة الله والعمل بأوامره. وهذا يشبه الإحسان بعد الإسلام. الإحسان بعد إيه؟ الإسلام. قال تعالى من أسلم وجهه لله وهو محسن. من أسلم وجهه لله وهو محسن. وإحنا من حديث سيدنا جبريل عرفنا إن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تمام. يبقى بعد أن آمنت وأسلمت لا بد أن يأتي أيضا الإحسان، فشمل الإحسان. وهذا الحديث لو نظرنا أبنائي نجده مقتبس من آية قرآنية كريمة، وهي قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقالوا ربنا الله يعني آمنوا، آمنوا بالله ثم استقاموا، أي اتبعوا ونفذوا وامتثلوا ما في القلوب، حولوه للسان وللجوارح وللأفعال وللفكر ولكل شيء فاستقاموا. إيه أنواع الاستقامة يا جماعة؟ الاستقامة نوعين، حاجة اسمها استقامة العوام أو العامة، بلاش العوام عشان العوام دي يعني يفهم منها انها يعني اللي ما بيقرأش ولا بيكتب، لا، العامة، استقامة العامة. وفي استقامة اسمها استقامة الخواص. استقامة ايه؟ الخواص. طب يلا بينا نفهم مع بعض ايه حكاية استقامة العوام او العامة. قال لك استقامة العامة يعني تكون
في الآراء والاعتقادات، تكون في الأخلاق، تكون في الأعمال. طيب، في الآراء والاعتقادات إذا كان مستقيما فيكون بين طرفين، بين طرفين، أحدهما إفراط والآخر تفريط، أحدهما إفراط والآخر إيه تفريط، بمعنى أوضح شوية، يكون هو في الوسط بين أمرين، أحدهما في غاية الذم والآخر في المدح. أو يكون بين أمرين، بين أمرين، أحدهما فيه سوء شديد جدا والآخر فيه مدح زاد عن الحد، فصار الممدوح ده هو سيء. هضرب مثال، يعني الناس واحد خبيث واحد أبله، في خبيث وفي أبله، المعتقد وآراء الخبيث دائما تكون إيه؟ في غاية الخبث والسوء. طب والأبله في غاية الغباء، في غاية الغباء. ولذلك عندنا حديث جميل جدا بيوضح النقطة دي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. الله، المؤمن غر كريم، يعني ايه غر كريم؟ قال لك المؤمن عنده ذكاء وعنده فطنة وعنده فهم، ولكن عنده نية طيبة وسلوك قويم، وليس خبيثا، على فطرته، عنده نقاء، عنده صفاء، عنده حب للناس. ومن هنا إذا تعامل مع الناس تعامل بما فيه، بما يرى في نفسه، بما يعتقده في نفسه، فهو مع الناس يتعامل بفطرته. طب فطرته ايه؟ نقية ولا مش نقية؟ نقية. نظيفة ولا مش نظيفة؟ نظيفة. ففي هذه الحالة يسهل أن يغرر به الخبيث، يغرر به، غر كريم يغرر به. عشان غبي؟ لا، مش عشان غبي، عشان فطرته نقية ونظيفة. تمام. ولذلك يعني إبليس لما حاول يغوي آدم وقاسمهما أني لكما من الناصحين، وقاسمهما أني لكما من الناصحين، لما أقسم إبليس الفطرة بتاعت آدم فطرة نقية، يعلم أن الله عظيم، وهل يتجرأ أحد أن يقسم بالعظيم وهو كاذب؟ فصدق آدم فأكل من الشجر. يبقى غر به لا لغبائه ولكن لحسن فطرته. أما الفاجر فهو خب لئيم، يعني الفاجر ما تقدرش تغرر به. ليه؟ لأنه يعامل الناس بما فيه من سوء ومن خبث، فيحتاط من الناس كلها، لأنه هو عارف نفسه خبيث، فيظن أن الناس كلهم حوله خبثاء فيحتاط. خلي بالكم يا أولادي. يبقى بالنسبة الاستقامة المطلوبة في الرأي والاعتقاد يكون وسط، الاستقامة وسط بين طرفين، بين مثلا الخبث والبلاهة،
فلو كان خبيثا ما استقمش، ولو نحى ومال إلى البلاهة غبي ما ينفعش، لأن المؤمن كيس إيه؟ فطن، ما ينفعش، إحنا عايزينه كيس فطن، لكن مش كيس فطن يجنح بكياسته إلى الخبز وبفطنته إلى الخبز. واضح الكلام يا أولادي؟ يبقى هنا يعني الاستقامة بالنسبة للرأي والاعتقاد أن يكون المستقيم في الوسط. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب ده بالنسبة ليه؟ للرأي والاعتقاد. طب وفي الأخلاق؟ قال لك أيضا في الأخلاق يكون في الوسط بين إيه؟ بين طرفين، الجمود والشره. الجمود والشره، تمام؟ يعني إيه؟ يعني في الشهوة مثلا، الشهوة في جمود وفي شره، يعني لا تكن عازفا عن الدنيا عزوفا كاملا، ولا تكن متكالبا عليها. إذن فالاستقامة تكون إيه؟ وسط. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يبقى إحنا عايزين الدار الآخرة، بس برضو لا نعزل نفسنا عن الدنيا عزلا كاملا. يبقى إيه هنا الاستقامة؟ استقام كده. يبقى لا أنت شره ومتكالب على المال فينطبق عليك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إلى آخره. ولا تكن عازفا عن الدنيا. ليه؟ لأن النبي قال: نعم المال الصالح للعبد الصالح. طب ما الدنيا دي هي اللي هتعينك على الدين، وهي اللي هتحفظ ماء وجهك، وهي اللي هتصونك، يبقى أنت محتاجها، صح ولا لا؟ هذا في الشهوات. أيضا حين يغضب يكون في حد الوسطية، في حد إيه؟ الوسطية. لا يكون جبانا ولا يكون متهورا. ليه؟ لأن الجبان من مساوئ الأخلاق. نعم يكون المؤمن جبانا، لكن من مساوئ الأخلاق. إنما مكارم الأخلاق الشجاعة، الشجاعة. طب الشجاعة هنا هو لو نحى وبالغ في الشجاعة وخرج عن الاستقامة يروح على التهور على طول، لأن بين الشجاعة والتهور خيط رفيع. خلاص؟ يبقى هنا كأن الاستقامة في جانب المشاكل وما يغضب، الاستقامة يقتضي أن تكون في الوسط، لا أنت جبان ولا أنت متهور. نعم كن شجاعا، وهذه هي الوسطية. طيب في الأعمال والأعمال الحياتية والمكاسب والإنفاق، تمام، والتعامل مع الناس، الوسطية والاستقامة هنا هتكون ازاي؟ قال لك هتكون ما بين الإسراف والرهبانية. يعني ايه؟ يعني انت انعزلت عن الناس انعزال كامل، قلت انا هعبد ربنا وماليش دعوة بالناس ولا هتعامل مع الناس، وهصفي حالتي كلها عبادة لله، تمام. انت كده خرجت عن الاستقامة، لا رهبانية في الإسلام. طيب
قلت لا انا مش ماليش دعوه بالرهبانيه، لا 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 لا، خليني في الطرف الثاني وهو الاسراف، اتعامل مع ده وابذر في الاموال وهنئ نفسي بالملاذ والشهوات واقبل على الشهوات وافعل اللي ما يهمنيش، افعل الحرام واترك العبادات واترك كذا، هذا ايضا طرف غير مطلوب. طب امال ايه الاستقامه؟ قال لك الاستقامه ان تعبد الله وتجعل لنفسك حظا من الدنيا، مش عبادة على طول. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته ذات يوم ووجد حبلا ممدود بين ساريتين، بين عمودين يعني، قال لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب، زينب بنت جحش زوجة النبي، لزينب إذا فترت تعلقت به، إذا فترت تعلقت به، يعني إن سيدة زينب كانت تقوم الليل، ومن الإجهاد والتعب في قيام الليل يحصل لها فتور فتنعس، النوم يغالبها فتكاد أن تقع، فتمسك بهذا الحبل. فماذا قال النبي؟ لأن هنا خرجت عن الاستقامة الوسطية، يعني خرجت ليه؟ وخرجت لإيه؟ للخير، كأنها عايزة إيه؟ تبالغ في العبادة وتكثر في العبادة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حلوه الحبل ده، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. إذن فكأن العمل النبي واللي وصف النبي هو الاستقامة، يعني إيه؟ يعني ما بين القدرة والتمكن واليقظة وما بين العبادة، فإن كان عندي إقبال على العبادة وعندي صحة تقوى على العبادة أعبد، طب عندي إقبال وما عنديش صحة مع أتوقف، عندي إقبال ويوجد نعاس أتوقف، طيب ليس عندي إقبال على العبادة في هذا الوقت أتوقف وأعبد الله في وقت آخر، وهكذا. إذن المقصود بالاستقامة هنا جانب الوسطية بين الإفراط والتفريط، ده يا جماعة استقامة العامة. أمال إيه استقامة الخاصة؟ قال لك استقامة الخاصة دي يعني الأخذ مش بالوسط، بأوسط الوسط. احنا هناك كنا قلنا ايه بقى؟ ناخذ بالوسط، لا، هنا يأخذ بأوسط الوسط وأعدله. طب ازاي؟ قال لك هنا فيها التحري الشديد نظرا لمكانتهم وقربهم من الله وفهمهم، لأن الخاصة دول غالبا هيكونوا علماء، فهم يدركون وسط الوسط. وسط ايه؟ الوسط. ولذلك الإدراك الاستقامة بالنسبة للعلماء في منتهى الصعوبة جدا، ولا يصل إلى ذلك إلا الأنبياء، بس الأنبياء معصومين، وإلا الأصفياء الصديقين الصالحين الأتقياء جدا، أهل العلم هم الذي يصلوا إلى الاستقامة بتاعت الخواص. ليه صعبة؟ لأن إدراك وسط الوسط في منتهى
في منتهى الصعوبة لعدم تحديده، لعدم إيه؟ ولخفائه، فهو عسر. هضرب مثال: رجل ركب البحر، مسافر في البحر، السفينة في ثلث البحر أو قرب نصف البحر، نظر فإذا به لا يرى برا عن اليمين ولا يرى برا عن الشمال، لا هنا شايف البر، ما شايفش هنا لا بنيان ولا بلد ولا حاجة، والناحية التانية ما شايفش لا بنيان ولا بلد ولا حاجة، فظن أنه في وسط البحر. الحقيقة غير كده، هو مش في وسط البحر، لأن ممكن الحالة دي تحصل وهو في الثلث وفي ثلثين أو قريب من النصف، تمام؟ أو مثال آخر، هو في البحر وقارب الشاطئ، لكن هو حين يرى المباني والأماكن يظن أنها بعيدة جدا جدا، لأن إيه؟ الأشياء صغيرة، فيظن أنه لا يزال في قاع البحر، والأمر غير ذلك، بل هو قارب الربع أو زاد عن الربع، ما بقي إلا أقل من الربع من البحر. أنا أضرب هذه الأمثلة لأبين لكم عسر وصعوبة إدراك وسط الوسط، ولذلك قلنا هذا من الخواص. هل أهل العقائد أحسنوا ووصلوا فعلا إلى الاستقامة اللي هي وسط الوسط؟ لم يصل في هذا إلا القليل، للأسف الشديد لم يصل إلى هذا القليل. ونظن أن ممن أدرك وسط الوسط علماء أهل السنة والجماعة. لوحظ أن النبي قال استقم، ما قالش أقم. عارفين ليه؟ السين والتاء للطلب، والطلب لأن الوصول إلى الإقامة الكاملة اللي هي الاستقامة الكاملة لا يكون إلا بطلب وصعوبة واجتهاد ومجاهدة كبيرة جدا جدا، ولذلك أتى بالسين والتاء. مما يدلنا على صعوبة إدراك وسط الوسط الاستقامة الكاملة، مما يدلنا أننا نقف بين يدي الله 5 مرات، ده غير النوافل، 5 مرات، وفي كل ركعة من الركعات نقرأ اهدنا الصراط المستقيم، نطلب الاستقامة 5 مرات في 5 صلوات، ده غير النوافل، كم من النوافل نصليها ونطلب الاستقامة. بالله عليك كل هذا التكرار ألا يدلك يا بني يا بنيتي أن إدراك الاستقامة إدراكا كاملا هذا أمر عسر وصعب وشديد. بهذا نصل إلى ختام شرح هذا الحديث النبوي الشريف، وندرك من هذا الحديث ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، بمعنى أنه يأتي بألفاظ قليلة ولكنها تحمل من المعاني الكثيرة والكثيرة مما تكتب فيه المجلدات، ويكون الأمر بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في سطر واحد في جملة واحدة قد أجاب الرجل
بما أراد وزيادة، بل إنه لا يحتاج بعد ذلك أن يسأل أحدا بعد رسول الله أو غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال له: لا أسأل عنه أحدا بعدك. فهو فعلا إذا فقه وفهم ما قاله النبي لا يسأل أحدا عن الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، دمتم بخير في حفظ الله وأمنه.